Would you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. ايوه عارف ايه بقى مش كل شويه كل ما نتلف على حاجه تعطلها اسكتوا اسمعوني انجز واتوستكوا اهم حاجه عشان ماما بابا ما يسمعوناش ها هتخطب ايه ده لا لسه امال ايه طيب ما الصراحه هي اهي حتى عارفه ان الموضوع كلها فاسده يلا يا فاسد المهم اسمعوا ولا امشي ايه خلاص اتكلم بصوا لازم لازم نضطر نستحمل بعض في الايام دي واي عشان ماما وماما ما يتخانقوش ويرجعونا أ مش فاهمة يعني مثلا أنا أتقبلك وأتقبل إمي اضطرارا يعني اضطرارا وإمي نفس الحكاية يعني تحاول تتقبلنا وتبطل الغرور بتاعها هحاول وإنجي يعني يبطلي فرهضة وشيطانة شوية يعني حاولي تبقي هادية مرة واحدة حاولي جربي كده تبقي هادية وملاك وجميلة كده بس مش ملاك اسمي إنجي <applause> <applause> انتي فهمتي لا ما مش يعني عايز ان انا ابقى هاديه ايوه وانا هتقبلكم مش هحاول ما بقاش مستفز معاكم طيب طيب كل الهري والرغي والهبل ده كله معلش يعني ليه ليه علشان عايزين ننزل نتفسح كتير ونقضي الاسبوع اللي احنا هنقضيه هنا يبقى احسن اسبوع ولا عايزينه يبقى اسبوع النكد والقرف والمشاكل لا 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 خلاص ماشي اقتنعت خلاص ماشي فكرتك حلوه بس برضو محتاجين ان انت تساعدنا فيها ما انا قلت هحاول ابقى مش مستفز عايزه ايه تاني طيب خلاص لو لقيناك مستفز يبقى انتوا اللي هتبوظوا الحكايه حاولوا تستيعوا حاولوا تهدوا والله يعني انت تستفزنا براحتك واحنا نتقبلك ما انا هتقبلكم لا انا عندي فكره بقى احلى هي هي نفس فكرتك بس محدش يبتدي يعني انا ما مغروره معاكم وانت تبقى مش مستفز معانا وانجي تبطل فرهضتها ها والله كده كده انا متفقه معاك يعني ما دام فيها خروج وفصح كتير يبقى قشطه انتي سايحه فيها قلت ماشي طيب ماشي انا موافق على خطتك مع ان هي فكرتك هي نفس فكرتي بس ماشي يا سلام انت فكرتك ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه بس الباقي يستحمل انا بقى كله يهدى كده ويحاول اللي يمسك نفسه عشان الباقي ما يتغصش طيب خلاص خدنا القرار خدنا القرار اوكي انا موافق طيب تعالوا بقى نطلع نقول لماما وبابا اصبر ماما وبابا دلوقتي قاعدين بره آه قالوا المفروض إن, ان احنا يعني ما قلنا لهمش ان احنا داخلين نلبس وكده يعني ده هيقعدوا يقولوا ان احنا لسه جايين ولسه واصلين ازاي ننزل اول ما نيجي وكده ايوه عايزه ايه يعني يعني نستنى شويه اصبري انا لسه ملبستش هروح اسال كده الاخبار ايه واجي ماشي ايوه الله ينور عليك يلا واحنا مستنيينك هنا هنا امال هناك يلا روح حاضر ماشي الله يا امنية الصراحة يعني ما كانش عاجبني الموضوع في الاول بس لما جيت لقيت الجو حلو يعني وكده ايوه الصراحة وكمان الفندق اللي انت جايبه دوت يعني شكله حلو هو اه مش خمس نجوم ومش حاجة واو بس يعني حلو <applause> على فكرة ده اربع نجوم يعني مش فرقة النجمة دي يا هانم أه والله يعني مش عارفة بس اوكي يعني انا ما حاجة والله انت اللي اتكلمت على الفندق انا ما قلتش ان وحش طيب ماشي المهم انا خايف بقى العيال يجوا يطلبوا مننا ان من احنا ننزل يعني النهارده المفروض نأديها فري هلو نعم هلو ايه الاحترام والادب ده انت مين يا ابني انا عمر عمر انا انا عمر ايه الرقه دي في ايه يا في ايه آه بابا بص كده يا حبيبي يا قلبي يا بابا انت عارف ان انت الاب سند وظهر واحسن حاجه صح عايز ايه يلا اطلبها ازاي طب ماما ينفع اطلبها في وين كنت تقوليها لبابا وتقولي له ان مش عمر اللي عايز اه طبعا وانا مش عارف طب اطلبها وخلاص اطلب قولي يا عمر يلا خلصنا عايز ايه بصراحه كده عايزين ننزل البلاج لا ده انا لسه بقول لا ايه يا بابا يعني ما ننزلش البلاج ما ننزلش انا إيه؟ ما قلتش ما ننزلش بس يعني ده احنا لسه واصلين يعني شويه كده طيب يا بابا ما احنا عايزين ننزل دلوقتي آه يا عمر احنا الصراحه لسه جايين يعني ازاي ننزل طب اعمل ايه خلاص خلاص تستنوا نص ساعة لا والله يعني مش هينفع بصراحة عنده حق يا بابا احنا مش عايزين نقعد اكتر من كده احنا عايزين ننزل دلوقتي انجي ايوه يا بابا احنا لبسنا انتوا لبستوا امتى؟ اه دلوقتي مين لبسكم مين لبس انجي انا لبست انجي ولبست مع نفسي اكيد يعني بعرف البس فلبست انجي وانا هروح البس على طول كده كده لبسي جاهز بسم الله الرحمن الرحيم انا ما قلتش اه بليد يا بابا ده احنا خلاص يا محمد ولا خلاص يا محمد ولا خلاص يا نيلة معلش يا محمد بقى يعني هم اصلا جايين عشان ينزلوا هتقعدهم يا ام نعم مش كل مره تقعدي تقولي لي كلمتين تسعبي عليا فننزلهم بقى ونعمل اللي هم عايزينه معلش يا محمد معلش يرضيك يكسفهم بص العيون بص العيون عيونهم البريئه الاطفال احباب الله بريئين البراءه في عيونهم خلاص يا محمد وحيت امك خلاص يا محمد عشان خاطري انا طيب بلاش عيون الاطفال البريئة انا انا امنية مراتك حبيبتك قلبك امشي بقى خلاص يا بابا بليز البسه ياي وي انا لابسه اسكتوا بقى طب اروح انا كمان البس روحي البس وانا كمان رايحه البس ليه شكرا قوي انا مش عارفه أشكركوا ازاي لا ولا حاجه عادي المهم واحنا نروح على فندق يعني ولا على بيت ولا ايه فندق اكيد يعني طيب مش المهم كنت عايزه اسال حاجه يعني بس كده غريبه ايه تاني هو مش هتسال حد على شريف يعني مش هتقول له امه وابوه ان هم احنا هناخدوا مصيف لا ايه ده ايه اللي ايه ده افرض إيه سالوا عليه او عايزين ياخدوه لا لا مش هيسالوا عليه ومش هيبقوا عايزين ياخدوه انا اسف يا شوشو يعني انا آه ما بحبش اسم شوشو بالله عليك حاضر اسف يا شريف اوكي آ آه، 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 مش هي مهم مش مهم هم اصلا مش هياخدوا بالهم منه ميني ولا ولا حاجه كان زمانهم سالوا عليا في الفتره اللي فاتت دي كلها اول ما هسافر هيسالوا عليا أه هما اصلا لو عرفوا ان هو هيسافر هيقولوا لا خلاص احنا جايين معاكم ومش عارفه ايه تحبي نسالهم إيه لا خلاص خلاص يلا بينا آه يلا يا جماعه يلا كل واحد ياخد شنطته أي آه بالظبط كده شفتي بقى انا عارف بعمل ايه طيب كويس فالح بعد الوصول حرفيا هتسلق 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 عايز ايه يا ابني جلدي هيتحرق هتحرق يا بابا هتحرق عايز ايه يا محمد اسكت شويه ممكن ممكن يا ابني يا حبيبي تسكت شويه وتوطي صوتك عشان انا صوتي اتفقع ودني قصدي طب يا بابا ما انا خايف خايف من ايه خايف هتحرق لا مش هتحرق ما تخافش واشعه الشمس دي ايه البس الكاب عدل مش هتتحرق ما انا الكاب مش شكلي كده احلى خلاص شكلك كده احلى امال بتسالني ليه طب معلش بس نبقى نطلع على الفندق واتكلموا بتتقطع خلاص مش هنا كتير قوي طيب بس يا المكان جميل قوي بصراحه يعني عجبني المكان ايوه والله عندك حق يلا عشان نطلع بقى البيت حاضر قربنا بابا انت عارف من امتى بتقول قربنا من اول الشارع هنا خالص احنا قربنا نوصل لاخر الشارع وانت لسه بتقول برضو قربنا نفس الكلمه ما اتغيرتش طيب طيب خلاص هو في الشارع اللي بعد الجاي يا لهوي الشارع اللي بعد الجاي اهو ايه ده ايه اللي ايه ده قريب ده خلاص يلا بقى يلا يلا ما دام هو في الشارع دوت يبقى يلا اصبر يلا وصلنا خلاص هو دوت الفندق اللي احنا نقعد فيه او الاوضه دي يعني ضيقه ايه اللي ضيقه هو احنا لسه شفناها ادخل يا ابني ادخل ادخل حاضر اهو داخل يلا انا كمان يلا طب ايه ما تعرفش عنها حاجه ايه اللي ما اعرفش عنها حاجه هنتفرج عليها دلوقتي اهو هنا في الحمام طبعا بابا ايه بتشرح حاجه معروفه يعني خلاص انا غلطان اتفضلوا اتفرجوا انتوا طيب ماشي ايه ده حلوه الاوضه دي انا اللي هاخدها انا اللي هاخدها انا اللي هاخدها انا انا بقول لك ايه انا الكبير هنا مش انت الكبير بس انا اصغر منك وحاجه بسيطه يعني اصغر مني بكتير خلاص خلاص انتوا الاثنين خدوها اصلا الاوض احنا بنشحت اوض هنا هو كام اوضه اوضتين الاوضه ديت واوضه جواه بس يستغفر الله طيب ماشي ايه ده بقى كده عشان انتوا هتتموا هنا ومعاكم شريف كمان ايه ده اه استغفر الله امال جوه مين هينام انا وماما وانسي طيب ماشي ما كده ماشي مضطرين ماشي هنا اوضتنا احنا بقى ولا ايه هو أو فيها اوضه تانية غيرها يعني ما ايوه هات يا بنتي النضاره يا بنتي بتعملي ايه هاتي النضاره سوري المهم هي دي اوضتي الله قوم يا بنتي ايوه والله بس بجرب يعني ولا حاجه طيب حلو قوي أيوة على فكره الاوضه واسعه والفندق جميل بس هي اوضه الولاد اللي ضايقه شويه اعمل ايه يعني مفيش اوضه تاني طيب حلو ممكن ننزل بقى ننزل فين ننزل البحر دلوقتي امال بكره ايوه يلا اصبري طب شويه كده لا يلا انا اروح اقومهم عليكم يا احمد يا احمد ايه يا محمد وعلي وشريف ايوه نعم خير عايزه ايه لو سمحتوا تعالوا معايا يعني خلي ماما وبابا ينزلونا البحر دلوقتي عشان هما بيقولوا له بيقولوا انه مش دلوقتي نو نعم ايوه بيقولوا مش هننزل دلوقتي امال احنا جايين ليه؟ لا بابا بقولك ايه ما فيش وقت العطله احنا جايين عشان نروح ننزل الباص البص البحر يا بابا ايه يا ابني في ايه ايوه عايزين ننزل بحر امال ايه بصر اللي انت بتقولها طلعت غلط خلاص هتزلني يعني طيب ايه يعني عايز ايه دلوقتي ماما انتوا عارفين احنا عايزين احنا عايزين ننزل البحر اللي احنا جايين عشان ننزله اصلا وحياه ابوك ايوه يا بابا طيب مش ألبسه ياي انت اطيب اب آه يلا يا جماعه البسوا الميوهات أتم تنفيذ الامر ايه ده يا ابني انت انت ساحر انا لسه بقول لك حالا روح لقيتك رحت وجيت عملتها ايوه يلا بقى روح البسي حاضر أيوة والله البلاش بتاع الفندق جامد آه ايوه ايوه طب بابا انا انا رايح العب بقى ماشي رايح العب هتلعب ايه هعوم يعني هعوم طب ماشي ايه ده ما تروح طب مش سلام سلام وانا كمان بس انا هفضل هنا شوية لغاية ما الشمس تبعد من الناحية دي لانها لو طلعت هتحرق طيب مش خليكي براحتكوا طب بقولك ايه يا محمد بقى بما اننا واقفين بقى وكده يعني هي. عايزين فطار فطار ايه هات شيبسي هات سندوتشات فول وبطاطس هات اي حاجة حرام عليكي هاي اه هلو اوه هلو هلو هاي انتوا قاعدين بتعملوا ايه لوحدكم كده حد يبقى واقف لوحده في المكان ده كله إيه يعني المكان كبير ايوه وانت مالك انت مش فاهمه انا في ايه ايوه صح انت مالك انا جايه خايف عليكوا يعني طبعا خايف عليكم وانت مالك انت كنت بابا يعني ولا ايه مش فاهمه انا ما تمشي وانت مالك سيبنا في حالنا لا انا انا جاي العب عادي وبعدين يعني المهم انا اسمي عمر انتوا اسمكوا ايه وانت مالك مالكش دعوه انا بس عشان وحيد ما عنديش صحاب مرمي زي الكلب على طول ما حدش بيعبرني ايوه عايز ايه يعني واحنا مالنا طيب ماشي روح دور على اصحاب احنا مالنا ده انت غلبان يعني ماشي الغلبان مش هيجي يكلمنا احنا ايوه ايوه ما انا عارف انا 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 وبعدين لو غلبان جاي السحل ازاي انا ما قلتش فقير انا قلت بقول غلبان معيش معيش صحاب نفسي بقى عندي صحاب طب يعني آه, آه. اهلا اخيرا اهلا اسمك ايه بقى أوف. آه. اسمي منال وانا اسمي رهف اهلا اهلا بيكم انتوا الاثنين انا عمر عرفنا طيب مش اوكي عايز ايه ممكن انزل ميه ولا الميه كمان بتاعتكم لا تنزل ميه يخليك واقف عندك وانا بقول حاجه جنبكوا انا بقول هقف الميه عادي انزل الميه بتاعت مش بتاعتنا واحنا مالنا الله ما تنزل صحيح طيب اهلا هو ايه اللي اهلا يعني مش فاهمه قلنا لك خليك بقى ده انت في حالك واحنا في حالنا لو سمحت طيب ماشي المهم كنت عايزه العب يعني حد تلعبوا معايا كوره اوف بقى ما تروح تشوف حد تاني تلعب معاه ما فيش في الشاليه غيرنا ولا ايه بصراحه نظريا اه والله احنا احنا هنبدا نستظرف بقى ولا ايه مش فاهمه انا يا بنتي احسن حاجه ان احنا ما نكلموش احنا غلطانين اصبري لما نشوف اخرته عايز ايه انت حره طب خلاص عشان انتوا عايزين ايه عشان تصدقوا ان انا غلبان مش عايزين حاجه عايزينك تتكل على الله يلا روح العب بعيد عننا طب اتحدوني تحدي تحداك ايه يعني تحدي عشان تعرفوا ان انا طيب ولا شرير طيب ولا شرير اوه ماي جاد لا نوتي. ايه ده بجد نوتي <applause> اوف مش عارفه ده ايه ده بابا عايزه ايه يا بت في ايه حد يصوت كده في ودني ودني انا نسيت الكريم بتاعي كريمي كريم البشره والشمس يا بابا ايوه عايزه ايه يعني انا نسيت سنجلو انا معلش يا ايمي عادي طيب ودني 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 طب انا انا في الرمل وانا كمان هضطر العب في الرمل للاسف مش هروح ناحيه الميه وكسن اطلع اجيبه خلاص يا ايمي العبي انه كده كده احنا قاعدين اسبوع معاكي اسبوع كامل تلعبي فيه في الميه ممكن تلعبي النهارده في الرمل وبكره في الميه اوه بقى معلش انا غلبان طول عمري محدش بيعبرني خلاص طيب ما قلنا لك احنا هنحاول نبقى اصحابك هنحاول يعني اه انا غلبان طول عمري محدش بيصدقني معلش معلش طب خلاص نبطل عياط بقى اه يا ريت يعني عشان هتفرج علينا الناس كلها المفروض احنا في شاليه حلو يعني غالي حاضر حاضر ايه علاقه العياط بالغالي طيب وقف عياط بقى خلاص حطيت لكم الكرسي الكراسي والشمسيتين دول طيب شكرا اوي اتفضل عن اذنك يلا اقعدوا بقى والباقي يروح يلعب انزلوا ده انا اتشليت خلاص انا ماسكاكم طول الوقت انزلوا انتوا الاثنين لا انا مش هنزل انا انتوا عايزين نتحرق ولا ايه انا مش عارف ايه العيله المعقده دي ما دام انتوا كنتوا عايزين تتحرق خايفين تتحرقوا قوي كده كلكوا ومحبت مش راضي يقلع الكاب ومش راضي يعدلوا في نفس الوقت امال خليتونا نصيف ليه ولا مش عارفه بصراحه انا يعني ايه الذكاء المتخلف ده ما اعرفش اه المهم طب انزل العب انا في الميه بقى ولا ايه استنى خدني معاك ماشي طيب بقول عندي فكره حلوه قوي ليك هتخليك تلعب معانا يعني ها بما اننا كلنا بنلعب مع بعض ايه رايكم نشوف مين اكتر واحد يقدر يبعد يبعد فين يعني يبعد في الميه اه والله التحدي ده حلو بس انا مش بعرف ادخل في الغويط فانا كده كده هخسر خليكي انت الحكم انت بتعرف تعوم لجوه اه شويه قصدي يعني مش شويه انا بعرف لل للغريق ايوه لغايه اقدر اعدي الطوب اللي بيبقى محطوط ده عارفه اكيد يعني عارفاه اقدر اروح هناك واعديه كمان طيب ماشي لو جدع وريني انا اقدر اوصل للطوب بس لكن ما اقدرش اعديه بصراحه طيب لو جدع وريني اوكي ايه الواد اللي واقف مع هناك دول انا عارف ده, ده واد قليل الادب قوي تعالوا ماشي مشي والله خليهم يروحوا هناك هيغرقوا واحنا مالنا احنا من مالي لو يبقى اغراه واروح اروح اقول لبابا ينقذه حاسس ان بابا يعني هيعرف ينقذه ده بابا هيغرق مكانه مالكش دعوه بابا بيعرف يقوم على فكره ايه ده بجد اه بابا بيعرف يقوم وما ميجود اول مره اعرف ان بابا بيعرف بي يقوم انت متخلف هعمل ايه اخيرا سابوني انزل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايه ده دي البت هنا اهو او ماي جاد ايه ده واحمد محمد هناك طب ايه ده ايه ايه يا ابني ايه اللي جابك هنا ايه ده احمد الله وحشتني قوي محمد وانت كمان وحشتني ايه اللي جابك هنا جايبني اللي جايبك يعني جايب اكيد بصيف اه صح ايه ده الغباء ده المهم عامل ايه والله وحشني قوي انا بقالك كده هنا بتاع اسبوعين ايه ده وما زهقتش لا زهقت وعايزه اروح بس عشان جارتنا عايزه تفضل قاعده فماما بتمشي ورا كلامها قوي يعني ده انا هتشل وبابا موافق عادي بما ان بابا مسافر فبيقول لها عادي براحتك معلش يا ابني اهلا اهلا يا علي اهلا بقول لك ايه آه شفت انا شفت هناك البت الشعره بس مش متاكد ان هي شايفه من قفاها ايه ده بجد وانا كمان شفت البت اللي انا بقول لك عليها ام شعر طويل دي شعر طويل ايوه شعرها اصفر ايوه دي اختي إيه, ايه اختي نعم اختي معلش قول الكلمه تاني إيه شعرها اصفر يا ابني وطويل وقاعده لابسه موف كده ايوه اختي نانسي اسمها نانسي أ... الله اسمها حلو <applause> طب ممكن نغير الموضوع عشان انا اتكسفت دلوقتي اتكسفت من ايه يعني ما عادي ايه اللي عادي ده تعالي اخطبها لما تكبر والله ايوه عادي بس ما اعرفش يعني بابا هيوافق ولا لا بس عامه يعني هو ها... اه هيوافق بما انه اي حد غير شريف مين شريف آه ابن ج... عمنا تدخل تتفضل في الحياه الاسريه اكتر من كده لا والله انت دخلتني طب ماشي عايز اروح اشوف البت المشعرة الصفر دي هي البت الشقر ولا لا انت مالك من الشقر ما اعرفش اصل لو جيت هنا يبقى في صدفه غريبه والقدر غريب طب روح شوفها وتعالى بسرعه والله ايوه ما تخافش واقف هنا هنا طب ماشي هروح بسرعه واجي كحه ايوه يا ابني عايز ايه في حاجه ايوه هي اهلا ايه اهلا ده وانت مالك بيا عايز ايه مين ده يا ايمي ده زفت محمد اللي انا بقولك عليه مغلس على امي ايوه يا محمد عايز ايه تاني؟ انا مش عايز حاجه والله انا جاية بس يعني اشوفها هي ولا مش هي. واذا كانت هي او مش هي عايز منها ايه؟ امشي يا ابني امشي يا بابا امشي يا حبيبي. فين اهلك يا ابني؟ اهلي ما اعرفش ما عنديش اهل. طب ماشي روح بدل ما اخرب لي اهلك ما عنديش اهل صدقني. والله ايوه امال ايه اللي منزلك هنا؟ اهلي في الفندق فوق مع السلامه. يا ربي وما بيدينيش يا بابا يعني مش زي ما انت فاكر بس هو يعني معايا في المدرسه من ساعه الحضانه يعني ولا حاجه يا بابا طيب مش بيضايقك ما قلت لا انا جايه يا ماما عندك بقى شويه تعالي ولا اقولك هنزل العب في الرمل احسن طب بابا ينفع اروح العب في الميه دلوقتي هتلعبي في الميه عادي يعني اصل هبقى احط كريم لما اطلع ماشي اوكي باي حق يا ابني دي جايه لك ايه اوبا انت رحت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة والله اهلا اهلا هاي ايه ده ما مكلمتكوش انتوا انا بكلم محمد ف... يا محمد ايه ده انت عاوزة اسمي عايزة ايه؟ ما اكيد يعني عارفة اسمك المهم بقولك ايه بطل تبصلي كده وتجري ورايا وتفضل تقولي ايه البت الشعر اسمي امي عايز تقولي امي اقولي امي لكن تقولي يا بت الشعر دي لأ طيب طيب اسف ولو جيت كلمتني تاني والله العظيم هخلي بابا يعملك ساعة ولا امر لاهلك اللي فوق دول استدعاء ولي امر في الشاليه هل لما نروح المدرسه طب ما تخليه يعمل استدعاء ولي امر في الشاليه <applause> دمي خفيف صح طب بطل استظراف بقى ماشي 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 اوف بقى اوف بقى <applause> طب خلينا نلعب يا ابني بقى هروح اجيب الكوره ونلعب بيها ماشي اوكي جبت الكوره يلا نلعب ماشي يلا نلعب احذفها بس مش هدخل ولا خطوة كمان وانت بقولك ايه ارجع بقى انا مش هرجع انا بقولك إيه انا خايفة تغرق هنغرق لو دخلنا اكتر من كده بقولك إيه انا مبغرقش ما تخافيش علي انا ما قلتش خايفة عليك بقولك تعالى هنا هتغرق ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش ايه اللي حبيبتي ده بقولك لك غور اغرق ولا ما تغرقش انا مالي لاخر مرة بقولك تعالى هتغرق مش هغرق مالكيش دعوة وانتي ما تخافيش علي قوي كده يا قلبي يخرب بيتك اغرق براحتك هدخل سنك كمان ما تقلقيش ما تقلقيش يا حبيبتي ما تقلقيش هيغرق في الاخر متخلف سيبيه بقى خلينا نتفرج عليه عشان اول ما يغرق نصوت ونخلي الناس تجيله بالظبط ملناش دعوه انا وانا هدخل انقذه حتى ولا هعرف اعمل حاجه كده حلو خلينا نبعد اكتر ماشي هتغرق ايه اللي بيحصل ده انا مش عارفه اتحرك مش عارفه اعوم مش عارفه اعوم انا بغرق ولا ايه اه الحقوني 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 مش عارفه اعوم الحقوني أو غرق يا لهوي يا لهوي أغرق. أغرق أغرق في حد بيغرق هناك مش ده الواد اللي كان واقف مع بنات أيوه أيوه ده بيغرق أنا هروح أقول لبابا يا بابا حولي